شيء ثاني أحبائي، الغفران مثل ما شفنا بالصلاة الربانية هو شرط أصلاً لاستجابة الصلاة. كرر ردد الصلاة 1000 مرة إذا أنت منقسم، ما عندك الوحدة، ما بتحب الناس، دائماً بتميز، عندك عنصرية تمييز، ما فيش غفران. وهي البلد مشهورة ومليانة في العنصرية للأسف في هذا المكان. لو في غفران في هالبلد كان هذا البلد بتكون أجمل بلد في العالم، بلد المسيح. ثم أنا بغفر أحبائي لأنه شرط لاستجابة الصلاة، بغفر لأنه هي الطريقة اللي الله بيفتح السماء وبينزل بينهال علي في البركات وبزيل كل اللعنات. بيستجيب الصلاة، بيسترد المسلوب، بعوض عن سنين التعب والعناء، مثل ما مكتوب ورد الرب سبي أيوب بعد أن صلى لأصدقائهم: اغفروا بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لبعض لكي تشفوا. ثم بصلي أحبائي لأنه أنا اللي بتحرر، لما بصلي وبغفر أنا بتحرر من القيود والسجن اللي أنا موجود فيها. فعندها لما بصلي الصلاة الربانية أنا بصليها بدافع صحيح وبنية طيبة سليمة اللي عن اختبرت المحبة واختبار الغفران، فأنا بقدمه للآخرين.